باش مع مرحين في اليوم حنا التواجد ديالنا كيخلد واحد الذكرى ديال الوفاة الأخ والصديق والرياضي ورجل الأمن بامتياز والمخلص الوطني سعد الحق خيار. كنتمنى من الله عز وجل أنه يجد عليه الرحمات وأن يشمله بعفوه وكرمه وجوده وفضله. هذا السيد اللي هو يعني إطار سامي كبير، ولكن كبير في يعني في المهنة ديالو، ولكن جد متواضع مع البسطاء ومع الناس اللي عنده الأصدقاء، مش غير رجاوي، رجاويين ووداديين من جميع أنحاء ديال المغرب. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه بالنسبة لهذه الذكرى أنه يتذكروه وما يبخلوش عليه بالدعاء. مرة أخرى كنجدد التعازي ديالي للعائلة ديالو الصغرى والكبرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سير بصير، بغينا نعرفوا اشنو العلاقه اللي كتربط ما بين رجل الامن والرياضي. ملي كنقولوا العلاقه اللي كتجمع بين الرياضي ورجل الامن، راه ملي كنقولوا رجل الامن، رجل الامن يعني الرياضي كيقوم بواحد العمل، وداك رجل الامن كيامن لي داك العمل ديالو. يعني كاين ضروره واحد التواصل بيناتهم، ما يمكنش يكون الرياضي بدون الامن، لان الامن ضروري في الحياه، والحمد لله فهو كان من المخلصين لهذا البلد. يعني الوصيله ديالنا والصداقه ديالنا كانت اكثر من الاخوه. الله يرحمه ويرحم جميع موالي المسلمين. لله ما أعطى ولله ما أخذ. السي عبد الحق الخيام رجل كبير في الميدان ديالو، وكانت تربطنا معه صداقة، والله يرحمه ويوسع عليه. هو من أحسن ما أنجبت المملكة في ميدان الشرطة، وتنطلب من الله يرزق فسيح جنانه ويرزق العائلة ديالو الصبر والسلوان. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر هاد الاخوان اللي قاموا بهاد المبادره طيبه، اللي حقاش ما ينساوش الانسان اللي كيضحي ماشي في الرياضه، هو رياضي وكل شيء. اللي جيتي بغيتي في عبد الحق الخيام الله يرحمه، واخا نهضروا عليه كاع واخا ما عطاتش نقولوا عليه، ما غاديش نعطيو في حقه داك الشيء. كان انسان شعبي كيتهلا في الناس الدراوش المظلوم، ما يخليش ود الاحياء الشعبيه ما تعطش فيه شيء، تعط فيه الرياضه الرجاء، وضعت فيه درب السلطان كله. كان اي واحد مظلوم كيجي عنده كياخذ ليه الحق ديالو، ما عزيزش عليه الظلم. والله يرحمه، الله يغفر لنا ولا في هذا النهار، والله يصبر وليداته، الله يجعلهم خاوه تامه ان شاء الله. السلام عليكم. محمد الراجي المغاري، صديق ديال عبد الحق خيام والدرب سلطان. حقيقه الوفاه ديالو خلات واحد الفراغ كبير من جانبه الانساني، انه الرجل بالرغم من المهام ديالو اللي كانت جسيمه، ما كانش يقطع الصله ديالو بالحي، وخاصه انه كان من الرجالات اللي كان دائما كيبغي يشوف درب سلطان في المستوى اللي كيليق به، في مستوى تاريخه، مستوى الرجالات ولا رجالات الدوله اللي تخرجوا من هذا الحي هذا. واليوم كنشكر هاد الاخوان اللي تيقوموا بهاد التظاهره هذه اللي هي التأبين ديالو. حقه كيستحق اكثر من تأبين واكثر من وقفه، ونتمنى على الله انه يتناول من خلال البحث الناس اللي كيهتموا بالدراسه الاجتماعيه، يهتموا به كاسم اللي تقلد منصب كبير ومنصب حساس في داخل الجهاز الامني للبلاد، باش يتناولوه من جانبه الانساني ومن جانبه التكوين. هو اولا عبد الحق كان انسان، دائما انسان. المهام ديالو ولا وظيفته داخل الجهاز الامني في البلاد زكاته انسانيته قبلا، انه ملي كتكون انسان كتشعر بمسؤوليتك وبالمواطنه في مسؤوليتك. فهو كان مواطنا انسانا قبل كل شيء، وهذا دليل على انه بقى مرتبط الحي ديالو حتى لاخر الايام ديالو. بالرغم من المرض ديالو كان يسول على درب سلطان وعلى الرجاء. هذا هو جوج ديال الاسئله عنده، كيف داير درب سلطان وكيف داير الرجاء. كان كيبغي بعد الوطن ديالو، كان كيبغي الاولاد ديالو،
وتيبغي قلت لك ضرب سلطان. ضرب سلطان كان يشكل عنده واحد الخط احمر ما كيسمحش الواحد يدوس عليه، يدوس كرم ضرب سلطان برجالته بكلشي. هو هذا عبد الحق الخيام. اخويا السيد سي عبد الحق عطى الكثير، وهو ولد الدرب سيد طيب، كبرنا من طفولة لا قلنا تزدنا لقيناه معانا، هو معانا تزاد معانا، هو حنا تنقولوا انت ولد ديال البصرة، نقولوا شي تي هو تا ولد شي هذا انت ولد ديال البصرة، حيت بقى عايش معنا في ديال البصرة، لا هما ولا خوالاته ولا خوته ولا كلشي. هذا السيد الله يعمر هذا كبرنا معاه الله يعمر هذا، ما تيمشيش شي بلاصه اخرى اللي فيها ناس، تيجي عند الناس اللي دراوش تيعيش معنا حنا اللي دراوش في القهوه ديالتنا ديال الدراوش، وتيريح معنا حنا ولاد الدرب. ومسكين تيجوا اي حاجه خاصكم اي حاجه هذا اما اي حاجه مسكين تيجي اي حاجه بغى يقضيها شي ولد الدرب تيمشي عند عبد الحق. الله يكثر خير الله يجزيه بخير. الطفوله ديالنا اللي كنا عايشين راك عارف كان واحد الانسان اللي تسمح بحال ضرب السلطان ولا في ديال البصره حنا غير مساكين، هو تبارك الله منين تنحسوا حنا بشي واحد حنا مساكين وما تنحسوا شي واحد قرا وصل تنفرحوا حنا. علاش؟ تنقولوا شوف حنا زدنا مساكن ما عندناش، وبالظروف وبالاجتهادات وبالقوه ديالتنا وبهذا تنحسوا بواحد انسان حتى يطلع تبارك الله الله خدمته واصله والله يجزيه بخير والله يوفقه والله يرحمه دابا الله يرحمه الله يوسع عليه القبور. هذاك السيد ما كاينش يفوت الدرب تيحيش من الدرب، عندنا اكثريه في الدرب، تجي تلقاه في الدرب بغيتي يسير عنده كبير صغير ما كاينش عمره ما صاب شي واحد، ما عمره ما عاير شي واحد، ما عمره ما خاصم على شي واحد، ديما تيضحك ديما تيضحك. هو عبد الحق واحد القضيه فيه، عندك مظلوم عندك شي حاجة ورقة شي حاجة جي عندك ما يخليكش، ولكن باش تكون شي حاجة ديال المهلكة على ولاد الناس ولا تخطف لولاد الناس ولا تضرب ولاد الناس يقولك ما تجيش عندي نهائيا. هو تيحب الناس اللي طيبين ما تيبغي حتى واحد يضر شي واحد، شي واخا ما تكون ساكن حدانا وتجي عنده وانت مظلوم تيمشي ياخذ لك حقك. هذه المناسبة اللهم اغفرنا له ولا الله يرحمه الله يوسع عليه القبور، ووليداته الله يخليهم ليه، وخوته هذاك الشيء الله يصبرهم مساكن في هذا النهار، وفوق هذه التكريمية هذه اللي احنا حاضرين لها وحاضرين لها الناس وحاضرين لها ولاد الدرب سلطان وولاد الدرب، راه ماشي الناس راه جايين منين ومنين يسمعوا التظاهرة ديالته راه جايين الناس بعاد وبعاد وبعاد وجاو تبارك الله والحمد لله وشكر الله واللهم اغفرنا له ولا وتحنا اللي نتبعوا الله يرزقنا مؤمنين بحالنا بحاله. وحنا الدرب سلطان راه كنا تنحبوا بعضياتنا، كنا ولاد الدرب سلطان ولا كل شيء احنا تنحبوا. انا عايش هنا 40 عام وانا في هذا التيران، راه جيل وجيل 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 جا عندي ولكن كلهم الله عمرها دار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.